أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي أحلى بلد بلدي أشجع ولد ولدي. في يوم 10 أكتوبر أنا قاعد، حضرتك عارف إن إحنا كنا في رمضان، فقاعد فعلى الساعة 2 كده أهوت. وخد بال حضرتك إحنا دائما وأبدا في اللانش كنا بنخلي التسليح بتاعنا جاهز للضرب. أنا واقف طبعا مش هضرب صواريخ، إنما هضرب مدفعية. تمام. فكنت بخلي المدفع بتاعي جاهز للضرب، وعشان يبقى جاهز للضرب لازم يتوصل له مكنة، المكنة توصل طيار، وكنا مجهزينه للضرب اليد والحين التعشيط على المكنة. لقيت 4 لانشات داخلين برترام اللي هما زي الزودة كده بس أكبر طبعا منه. هذه اللانشات كانت بتستعمل في إسرائيل، بيبقى ملغم الجزء القداماني بتاع المقدمة، وبيخش حاطط ريلز جوه اللانش، عليه كرسي فوتيه زي اللي أنا قاعد عليه كده هو. لما يلاقي الهدف بتاعه بيدوس على الزر، يبقى عامل زي الطيار لما بيكون طاير وعنده امرجنسي فبينطروا بره. نفس الموضوع ده موجود في اللانش ده. فدخلوا منورين، كل واحد نور احمر والتاني نور اخضر بحيث ما يضربوش بعض. فانا اعلنت القوات كلها، واخد بال حضرتك وانا لسه ضابط صغير يعني، ناديت حرس سلاح على الدنيا، وحرس سلاح دي عندنا يعني في حاجه عدو في المنطقه، فكله بيجهز. احنا كنا رامين شباك تمويه، واخد بال حضرتك، على اللانش. شباك التمويه دي بتديني زي البحر والبر. فالراجل ماشي من قدامي، لو شافني كان عمل كده، كان اللانش فيه 2 صاروخ، كل صاروخ 2 طن تي ان تي، يعني فجر الغردقه. مش من ده ما شافنيش، طلع على شيراتون الغردقه من قدامي، ابتديت اشتبك معاه. لما نزلت اشتبك المدفعجي اللي كان قاعد جات له حاله عصبيه، فضربته بالخوذه وخديته على جنب، دخلت قعدت على المدفع وابتديت اشتبك. اشتبكت مع الهدف، وبعون الله سبحانه وتعالى وبتقديره من الله سبحانه وتعالى اصبت هذا الهدف اللي هو اللانش دهوت بعد تاني دفعه على طول من الضرب. ودي كانت حاجه كويسه، قلت ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. بعد كده قعدنا نشتبك معاهم لغايه ما الظهر الفجر ابتدى يظهر يشقشق، فلقيت في بقع سوداء موجوده في الميه كتير بره بعيد. فطلبت لانش تامين، اللانش ده لانش صغير كده بيامن المينا جوه الغردقه، طلبته وخدت معايا احد الصف ظباط، كل واحد فينا معاه رشاش. نزلنا عشان نشوف الحاجه ايه اللي عمالين نضرب عليه ما يتحركش ده. فلقيتهم هي الفتيات اللي بقول لحضرتك عليها اللي هي بتتنطر وبينزلوا هنا. فخدت واحد منهم امنته الاول، لان قلت ممكن يكون ملغم، فضربته، ضربت عليه نص خزنه ترشاش، وبعدين خدته ورايا ورحت بيه على هناك، وابتدينا الاشتباك يتكرر بقى مع هذه الناس، لان هم كانوا شغلتهم كلها ضفادع بشريه في البحر الاحمر. عرفتوا ازاي تصطادوهم وتشتبكوا معاهم؟ معاهم وماتوا، ودينا الحاجه اللي انا جبتها دي معرض الغنائم.